من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا للاستقلال. من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا للاستقلال. ينادينا للاستقلال. لاستقلال وطننا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نتكلم على بطل من أبطال الجزائر وأبطال رأس العين. هو البطل اللي الشرطة الفرنسوية والعسكر دوخهم بسرعته في التنفيذ، بسرعته في العمليات اللي يقضي بها المسؤولين وعلى الشرطة وعلى العسكر وكل من هو فرنسي ضد الطور. هذا البطل حتى كي استشهد ابقى مخوف فرنسا وعلوم فرنسا. هذا البطل 62 كيلو 62 كيلو متر 60 65 خفيف ورشيق. هذا البطل هو للاستقلال لاستقلال وطننا. هذا البطل هو فلاح عبد القادر المدعو ولد الغالي، زايد في 1931 واستشهد في 1950، ابوه محمد وامه الأصنابية. عندها زوج خاوة، عندها شير اللي مات من بعدها الله يحمه، وعندها شيرة اللي هي فلاح عودة. فلاح عودة هي فدائية لأن الاستعمار غبنها غبينا كحلة، غبنها مورالمو وفيزيكمو. كان كل يوم أديها ومهودها اللصاص، أديها بالتعذاب على تورتير مورال وفيزيك. ماتت بعد الثوران الله يرحمها ويرحم الشهداء. ينادينا للاستقلال لاستقلال وطننا. في هذه السكنة اللي في القنت كان يسكن عبد القادر ولد الغالي، صحيح ما كانش فيها بالبيطاج زادوها من بعد، مي هذه هي في القنت. هنا حدا عبد القادر ولد الغالي كاين لاصاص، لاصاص هذا يسموه سكسيون ادمينستراتيف سبيسياليزي، يعني باللغه العربيه القسم الاداري المتخصص. هذا كونته فرنسا في نهايه 56 او في 57 باش يضادوا به جيش التحرير الوطني. لماذا؟ لأن داروا فيها متخصص في كل حاجة، داروا ديسبانسير، داروا يمدوا فيها كواغط، يعذبوا فيه، يدوا السينما الصغار فيه باش يربحوا الشعب الجزائري. ولكن الشعب الجزائري وبصفة خاصة ولاد راس العين ولاد الشباط ولاد البلونتير نزيتي با ديب، فهموا كل شيء، فهموا اللعبة. هنا ولاو لي يقبضوه يجيبوه هنا من يدوه للزامبيرو، وهادو اللي يخدموا في لاصا سبيسياليزي هادو هو المتخصصين، ولاو يجوا عند الصغار يعطيهم الحلوى، يديرهم السليمة، يقسموا عليهم الدواء. هذا هو السياسة تاع فرنسا اللي كانت بغات تديرها هنايا، ولكن ما نجحت لهاش مع ولاد راس العين ولاد البلونتير ولاد الشباط. استقلال لاستقلال وطننا. عبد القادر الغالي مسمين عليه طريق في شغلي، هذه هي الطريقة كما تشوفوا فيها في شغلي. الطريق هذه يسموها فلاح عبد القادر طريق الحمام. هنا في شغلي في الحقيقة كاين ثلاثة أو أربعة شهداء اللي سواء مسمين اللي مطرقين هنا سواء سكنوا هنايا، منهم بالخط الوافي اللي مسمين عليه الطريق، منهم فلاح عبد القادر، منهم سهل الأحمد،
الله يرحم الشهداء. دينا ليلي استقلال لاستقلال وطننا. وعبد القادر ولد الغالي هو اللي هو في الله عبد القادر. أغلبية العمليات اللي يقوم بها هي عمليات نوعية، ويقوم بها بمفرده، يقوم بها وحده. نحكو على بعض من العمليات اللي قام بها، اللي خبروني بها المجاهدين، وخبرني بها رفيق كان معاه ومازال في الحياة الله يطول في عمره، اللي هو ديدوش الطاهر. عبد القادر كفلاح كان قاعد فوق هذا الحجر، كانوا هما جماعة. جماعة قاعدين ياكلوا في البطيخ عند المواد ماي ولا جوان. جا واحد الملاك مفيد تاع بطيخ، عطاهم حبة بطيخ بقاو ياكلوا فيهم. كانوا هما خمسة تاع الناس، منهم سي كرمة وسي قويدر وسي طاهر ديدوش اللي كانوا عيطوا له الزواوي، وسي فلاح. الخامس ما عرفش الاسم تاعه، راه نساه. اللي حكى لي هاد القضية هو سي طاهر ديدوش الله يطول في عمره، في عمره الآن دخل في 84 سنة، عايش في فرنسا. قال لك تا شاف الفوق، مجيت وراها حسني داير لا سودير، وين داير لكم هاد الكروة. شاف جدرمي مهوت في البيسكلات، راح قدامه وبقى يقطع الطريق. جندرم هادوك بقى يأدروات أقوش، من بعد حبس الجندرم وطيح وطيح كلمة كبيرة إلى عبد القادر فلاح. فلاح قال له بوركوا مسيو جو سو انتران ترافيرسي لا روت سي تو. قال له أغيت، قال له فو بابي سي فو بلي. قال كلمة تاع فو بابي سي فو بلي هو هذا اللي كان يستنى فيها. دخل يده تحت 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 الجاكيطة تاعه وجبد الكابوس تاعه، ضربها بحبة، طلق هذه حبة الأولى. جندرم خرج الكابوس تاعه، عبد القادر شوية خسرها من الطريق، قرص عليه ما قبضاش، قبض واحد اللي كان معاهم قبضه في الفخذ. عبد القادر زاد الحبة الزوجة الثالثة طيحها، فتشه داله صوالحه، داله الكابوس تاعه وراح. هذه هي من العمليات اللي قام بها. تضحيتنا للوطن خير. من بعد ما العمليه هذه اللي قام بها عبد القادر فلاح ولد الغالي الله يرحمه ويرحم الشهداء، بداو يديروا براج في المكان هذا. العسكر ولاو يديروا براج. من بعد حلوا فني كوميساريه هنا في القنت. البراج هذا قاس على شحال من واحد، وقت الواحد يسكن من جهه لاغلاسيال من جهه الكاريه الفوق، اللي من بعد ان شاء الله نرجعوا له، اللي هو عبد القادر ولد الكريالي. مسكين في رمضان قبل الفطور فايت منه ارت ما سمحهمش، قرصوا عليه قتلوه مسكين. الله يرحمه ويرحم كل الشهداء. ونحكوا له كذلك على عمليه ثانيه اللي قام بها هنا في راس العين. هو قام بشحال من عمليه، نحكي لكم العمليات اللي حكاهم لي هذا المجاهد اللي درهم السيد هنا في راس العين. قال لي انا كنت الفوق مجيت الحمام نتاع كنا نقولوا له حمام قرلو، هذاك اللي مديور عند الدرج الفوق. قال لي نشوف في الدعوه كي دايره في راس العين. قال لي من بعد حكوا لي قضيه كي صرات. عبد القادر فلاح دخل طلع مجيت قراز فوق في تيراسكوتو، دخل لاصاص ودخل تحت الدرج، وقال للبراج كي يتلم عند قراز، كانوا يدوروا تما براج لي بارا. خلاهم كي تلموا 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 مليح مليح مليح، وبقاو يضحكوا. يطلق عليهم الجرناد فيها الضياع، تل منهم وبليسة منهم وجرح منهم وهرب. سلك قدي يسلك، ولكن الحاجة اللي خلعت الغاشي ماشي الجرناد يطلقها او كي يقتل منهم او بليس منهم. كيفاش قدر يصبر تحت الدرج قريب 3 سوايع؟ على حسب اللي قالها قالها دخل قريب 3 سوايع، هو صبر تحت الحفره في الدرج. قال لكم فرنسا قبل ما يحطوا البراش شافوا ما لقاو والو. قال لك هذه اللي بقات خلعه الغاشي. الله يرحمه ويرحم كل الشهداء الجزائر.